ساعد في خلق جو مناسب لطرح ومناقشة أهم المشكلات الاجتماعية التي تعترض الفتيات واقتراح الحلول المناسبة. تأتي مبادرة فضاء الفتيات المنظمة من قبل جمعية أمل الأجيال الخيرية بإشراف حاكم مقاطعة أطار. هذه مناسبة مهمة نختار نثمنها للفتيات ليناقشوا أهم المشاكل المطروحة لهم وأهم الحلول والخيارات اللي مطروحة للفتيات على مستوى الولاية. ونختار نقول إن مثل هذه المفضاءات إنه مهم فعلا، لأن المشاركة فيه تجعل الشخص يستفيد ويسمع ياسر من المشاكل كان مطروح له ويسمع ياسر من حلولها، تتاح له فرصة ما اللي هو يعبر عن المشاكل المطروحة. شاكر الجمعية ومهنأها على فوزها بهذا التمويل. وقد ثمنت المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بولاية أدرار السيدة ماما بنت كبار تنظيم هذه المبادرة التي ستفتح المجال أمام الشابات لتخطي الصعوبات وتفعيل دورهن في شتى المجالات، كما دعت المستفيدات إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة. وتتمثل هذه المبادرة في مجموعة من النشاطات التحسيسية والتوعوية للفتيات على مستوى مدينة أطار. كانت الدولة تسعى جادة في هذا الاتجاه، فإن المجتمع التقليدي لا يزال يشكل حجر عثرة، مما يستدعي جهودا مضاعفة من الدولة ومن المجتمع المدني من أجل أن تصبح المرأة فاعلة وفعالة في جميع نواحي الحياة. ونود في ختام هذه المبادرة إنشاء نوادي محلية ونادي شهوي يسعى لإبراز دور الفتيات في المجتمع واكتشاف المواهب في جميع الميادين. وبدوره أكد رئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني بولاية أدرار السيد مودين جاي ضرورة هذه الفضاءات الاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن تعزز قدرات الفتيات وتسهم في تطوير قدراتهن الذاتية. وتأتي المبادرة الممولة من قبل مشروع فجر التابع للسفارة الفرنسية لفتح آفاق جديدة أمام الفتيات ودمجهن في مختلف مجالات الحياة. لقناة الموريتانية نفيس شكونة، مدينة أطار.